بها حلقة نضع فيها الكثير من النقاط على الحروف المهمة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وهذا الموعد المتجدد معكم دائما في حلقة الاثنين التي ترصد أجواء هذه الانطلاقة المهمة وماذا بعد الوصول للستين. هتلاحظوا أنه في شباب بعد الستين وهناك شيخوخة في الأربعين. ده أنت بتقرأ جدول الدوري ولا إيه؟ طيب، الحلقة فيها أربع عناوين مهمة، هذه أبرزها: الأهلي وشباب بعد الستين، ثابت في القلب يا بطل، وهناك كلام بالعقل لمن له عقل، وأخيرا رضا وبشير، رضا والغندور. دي الأربع موضوعات المهمة، ونتمنى أن حضراتكم تقدروا تتابعوا معانا ويا رب.